سلام يا بالسكر من عند خالتي فرنسا، الست اللي كل السوشيال ميديا بتتكلم عنها، عندها الزلابيا بجميع الانواع وهي محمصه كده الجميله. عايز بايه ولا ايه موجود عندها؟ الشوكولاته هتلاقي والسكر هتلاقي، حتى الاختراعات عندها موجوده في كل حاجه. اول مره اشوف شغل عالي كده، حتى كمان السمبوسه عندها سكر. الله عليك يا خالتي فرنسا، رحت لها قطر مخصوص عشان خاطرها. كل السوشيال ميديا مقلوبه عشان خاطر خالتي فرنسا. خالتي فرنسا يعني الادب والجدعنه والاحترام وكل حاجه جميله. الزلابيا هتلاقيها عندها والسمبوسه هتلاقيها عندها وكل حاجه طازه موجوده عندها. خالتي فرنسا علامه من علامات القطر الخيريه عند كوبري محمد علي باشا الله يرحمه. هتيجي هنا وتاخد احلى زلابيا بتنط لوحدها. اللهم صل على سيدنا محمد. بص حضرتك، انا بقالك شيء بقالي داخله في ال 12 سنه او 13 سنه كنت بعمل في الارض، كنت بعمل في حله. يعني ايه؟ يعني انت كنت شغاله في الارض؟ كنت بعمل الاول في حله وبعمل على شغله قبل ما يبقى عندي عربيه وكده. تمام. كنت قاعده الاول في تحت هنا في القناطر، يعني في حته اسمها الميدان، كنت بقعد بحله وما كنتش بعمل الا بسكر بس. بعد كده بقى شويه شويه كده ربنا فتح عليا شويه، جبت بقى عربيه وبقيت اشتغل بصوص بقى شوكولاته وكراميل وفراوله وكده. مين اللي علمك اصلا الزلابيا دي؟ ما عند ربنا كده لوحدك؟ يعني عملتي العجينه لوحدك؟ اه، العجينه بتاعت اللي انا كنت بعمل في الارض كانت تبقى سهله. كنت بعملها بخميره وفانيليا بس، وكان ربنا بيرزقني وبيكرمني. دلوقتي انت لما دخلتي بقى صوصات والحاجات دي، بسم الله ما شاء الله، الناس كلها الحمد لله بقى الوضع الحمد لله مختلف. الحمد لله. اكتر ناس بتطلبوا منك اللي بالسكر ولا بالعسل؟ لا، ولا بالشوكولاتات. بالشوكولاتات. كل الاطفال بيحبوا، حتى الكبار. ايوه. طب خالتي فرنسا دي جات لك ازاي؟ انا من اول عربيه جبتها. ايوه. هم الناس اصلا عشان انا متكلمه شويه شبهوني الاول بفرنسا، فانا عملت اول عربيه عملتها كتبت عليها فرنسا، مش ديت واحده كانت قبليها. نعم. عملت عليها فرنسا. فدي برضه ما عملتها كتبت عليها برضه فرنسا. دي بقى انا شايف ان بسم الله ما شاء الله فرنسا. ايه بسم الله ما شاء الله. انا بقى من ساعتها طلعت عليا بقى فرنسا، حتى لما عملت الايميل بتاعي على تيك توك يوسف اللي عملوا لي باسم فرنسا. طيب الاسعار عند حضرتك من كام لكام؟ ببدا من 15. انا كنت الاول ببيع ب 10 بس لما الحاجه غليت شويه كنت ببيع ب 15 20 25 30 بس. اي صوصه بتحط عليها؟ اي حاجه. اي حاجه. حتى بالسكر بكل كل حاجه. طبعا انا لسه ما شفتش اي حاجه. هتشوف دلوقتي اهو دلوقتي. والزيت بسم الله ما شاء الله ابيض زي الفل. هتشوف هتدوق. والعجينه هناك اهي، والحاجه فرنسا مظبطه كل حاجه زي ما حضراتكم شايفين. ايه حكايه ان انت بتفتحي جمعه خميس؟ لا انا كده هفتح كل يوم. بعد ما انت حضرتك جيت هفتح كل يوم. بصي انا بقولك على حاجه، انا كنت بفتح كل يوم حضرتك. انا كنت بفتح كل يوم في الصيف. نعم. بس لما لقيت بقى الجو ساقع والجو رايح شويه، فانا قلت ايه، خليني خميس وجمعه وسبت. الناس بتفضل الاكل في الايام دي هنا، يعتبر في العروض. هو اصلا هو عندي يوم اصلا في الشغل يوم الجمعه. الجمعه ربنا بيرزقني فيه. رحلات المدرسه وكل الناس بتيجي ربنا بيرزقني فيه، لكن الايام الثانيه يعني الحمد لله والحمد لله كل جاب ربنا حلو، بيبقى الجو مهدي شويه. طيب في حاجات ثانيه ممكن تدخليها غير الزلابيه؟ انا بعمل سمبوسه. السمبوسه احلى من الزلابيه. سمبوسه احلى من الزلابيه. هنا برضه بتعمليها بالعسل؟ هعملها حضرتك دلوقتي هتشوفها. هنشوف كل حاجه. بعمل سمبوسه بالعسل احلى من الزلابيه. طب ازاي دي؟ هتدوقها وهتشوف. يعني انت هنا عندك اختراعات. انت هتحكم وهتشوف، وان شاء الله الايام الجايه في اختراعات اكتر. مع الخفه الجديد شديد. ان شاء الله. ان شاء الله في الجديد. ربنا يديك الصحه، واحنا بقى مستنيين انزل لنا كده بسم الله ما شاء الله. فانا عايز اسالك سؤال. فاضل ثانيه. انت بتقولي لي اصبر لغايه لما الزيت يقدح. ايه اللي هيختلف معاكي؟ ما عشان الزيت ما بيكون سخن الزلابيه بتطلع حلوه. ما بيكون بارد مش عمره ما الزلابيه تطلع حلوه. في ناس بتطلع الزلابيه وتشمعها وتحطها تاني. لا. ايه الاختلاف؟ انا ما بعملهاش كده. ليه؟ تشرب زيت. تشرب زيت. طب انت فاهمي الستات عشان خاطر يبقوا عارفين. لا بتشرب زيت، وانا اصلا من طول عمري من ساعه ما بدات الزلابيه انا ما شلتهاش قبل كده من زيت وحطيتها تاني. نعم. اشتغل على كده وطلعها محمصه وجميله. ايه اللي انت بتتمنيه؟ بتمنى الستر. ايوه. نفسي ربنا يسترها معايا ويخلي لي اخواتي ويخلي لي عيالي ويفتحها عليا ويخلي لي جوزي برده، عشان بدر جوزي اهو. محترم. بدر جوزي ده برده صاحب الفضل برده معايا. ربنا يبارك. تعالى كده يا بدر حبيبي. تعالى ربنا يبارك لك فيه. راجل محترم. ده حبيبي. ربنا يخليك ليها وربنا يبارك لك. ده حبيبي. ربنا يسترها معايا. وعيالي برده. ايوه. ربنا يخليهم لي يا رب، ما تحرمش منهم ابدا. فارس ابني. فين هو فارس؟ انا فارس. ده الكبير بتاعي يعني. ربنا يبارك لك فيه يا رب. ده الكبير بتاعي يعني. ربنا يبارك لك فيه. ده برده بيعرف يعمل زلابيه. ايوه. وبيعرف يقلي ويقف على العربيه ويشتغل. ايوه. معلمه كل حاجه. بيعرف يشتغل ويعمل زلابيه ويعمل سمبوسه ويعمل كل حاجه. والله بص انا هقول لك على حاجه، انت ست محترمه وست مكافحه. الله يبارك. وان اولادك بيساعدوك وجوزك بيساعدك، دي تبقى نعمه من عند ربنا سبحانه الحمد وتعالى. الحمد لله. طبعا انا بقى هقول لك على حاجه، انا ما بجاملش. لا. هتقول لي مقرمشه؟ ده غير لما طريه. لا بس بصراحه يعني ناس كتير مش هتفهم كلامي ده. انا مولود الفرج. كان عندنا في سور ولود الفرج زمان
كان راجل كده كبير هو وزوجته بيقعدوا عاملين كانون وحاطين الطاسه النحاس وبيعملوا الزلابيه الطريه. فهو ده بسم الله ما شاء الله يا سيد النبي عربي ونسمي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. اقسم بالله انا ريحة ان انا اجي من العربيه السعوديه لغايه مصر يوم واحد واسافر تاني. الله يبارك كتير عليا والله. والله العظيم الله يبارك كتير عليا. ربنا يزيدك ربنا يفتحها عليكي. انا اكل سمبوسه حاضر والزلابيه الثانيه هتعجبك والله العظيم. السمبوسه احلى من الزلابيه. انا عايز اقول لك على حاجه. ناس كتير بتعمل زلابيه تمسكها كده اهو وتلاقي ايدك مزيته. هنا مفيش الكلام ده. هنا هتاكلها من غير اي حاجه. لا مؤاخذه الفريش ما يتقلوش معلش. دوق بقى هنا. طب دوق بس وقول لي الاختراع ده دوق مش محشيه حاجه؟ لا يعني مش لحمه مفرومه؟ لا ولا جبنه؟ لا ولا اي حاجه؟ والله عسل بس. النبي انت اللي عسل. الله يبارك. ربنا يبارك. والله هتعجبك قوي والله وربنا هتعجبك. هتقول لي احلى من الزلابيه صح ولا لا؟ بامانه الاثنين احلى من بعض. مش هقول لك حاجه احلى من حاجه. الله يبارك. بس الفكره حلوه قوي. أوه. يعني هي مش حلوه بس لا دي حلوه قوي. شنو قلت لك هتعجبك؟ تحب ناكلها نيه والله. تحبها؟ تحب ناكلها نيه طعمها حلو برضه. تحبها نيه؟ بتحب تاخدها من عندي من غير عسل برضه. لا والله. يعني بتحب مغرب تديها لي. عشان هي عسل زي ما هي فرنسا. ربنا يديك الصحه. ممكن بقى تتجم دقوه مني استاذ عمرو عشان تعمل حاجه. عايز اقول حاجه؟ استاذ عمرو تحب لف كده اشوف الناس اللي ورا دي كلها بسم الله ما شاء الله اهي اللهم بارك كله واقف هنا عند خالد فرنسا عشان خاطر ياكلوا. كله جاي عند خالد فرنسا اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بدر بدر فين؟ كل سنه وانت طيبه ربنا يزيدك. راجل محترم جوز الست فرنسا وابو حميد. خد والنبي انت واخد ابو حميد. خد ابو حميد همي جمل. الله اكبر الله اكبر. خد همي جمل. بتحب خالتك فرنسا؟ خد يا روحي همي هم 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 يلا هم. ربنا يبارك لك وربنا يبارك لكم وربنا يزيدكم ربنا يفتح عليكم. اللي انا عايز اقول لك على حاجه. لما جيت سالت الست دي قلت لها انت نفسك في ايه؟ ناس كتير بتطلب حاجات لكن هي طالبه ستر من عند ربنا. لا انا مش طالبه حاجه. انا طالبه الستر من عند ربنا. ربنا يبارك. وطالبه لربنا يخلي لي عيالي وجوزي واخواتي ويقف معايا بس ان انا اكبر مشروع شويه بس وخلاص. هتكبر وافتكري في يوم من الايام بعون الله هجيدك لما الاقي مش فرع واحد فرع من ربنا وثلاثه واربعه وخمسه. ربنا يقف معايا بس وربنا هيرزقك يا رب. شرف ليا يا رب يخليك. ربنا انا اللي شرف ليا انت جيت حضرتك جيت لي والله. ده واجب عليا والله العظيم. ده شرف ليا. ربنا يخليكي يبارك لي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. دي ناموسك الست المصريه العربيه الجدعه بنت البلد وراء كل رجل عظيم ست عظيمه وراء كل ست عظيمه رجل عظيم. من خاطر الخيريه ببعت لكم سلامي.